مهاجر ما كاش معروف على الساحة الدولية باللومي، عيطت له البارسا. مهاجر راح يلعب في تاع دوزيام ايكيب في باري، من بعد قعد بطال، ومن بعد راح بورتو، قعد تروازيام مشوار تاع في ليكيب، حتى تبليسه وكاع الغاشي قيلت باش هو لعب، لعب عام ولا عامين وطفى، عاود طفى فانيك باللومي، قعد بقيمته، بقى باللومي، بقى باللومي. كونو تاع الكاميرون قال لهم كنت نخمم باللومي. احمد شوبير تاع مصر 89 هنا في عنابه قال لهم كنت نعس القارة، غير كان صاحب القذافات القوية على شمال إفريقيا، صاحب القذافات القوية والصاروخية على شمال إفريقيا. أما لا، أحمد شوبير كان يخاف منه. كتر بأنه قال لهم في عنابة، قال لهم قعدت القارة غير باللومي تيري، وتيرا ضربت في البرة وما دخلتش، لا داري مع دقائق طويلة، بالك الناس ما يعقلوا لاش هذه ولا ما على بالهمش بيها، ضربت في البرة وخرجت. بلومي كتر بلومي ما لعبش، كان مبليسي في مصر ما لعبش كوب دافريك، خرجنا برومي تور بلومي، اللي راح كان اللي كان معصب راسه، اللي ضربك ولا يعيب على 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 هذو، قال لك هاو محسنين من الاخرين فانيك. الرجل الجزائري ما يديش عصابه ويدخل يلعب بيها، الرجل الجزائري ما يطول شعره. اما لا نهضروا اليوم باش نهضروا الصح، بلومي كان اسطوره من اساطير كره القدم الجزائريه في ملاعب الكره الجزائريه، في ملاعب الجزائريه هذه هي. شكرا لك زميلي احمد شوبير، هل لك ان تروي لنا ما حدث له فيما يخص مقابله انذاك التي جرت بين المنتخب الجزائري والمصري؟ مقابلة كانت ذلك كما يقول لك مؤامرة ضد بلومي، اللي كان رايح يدي أحسن لعاب، نهضر لك كتر بنف، كان أحسن لعاب في الجزائر، كتر بنف كان أحسن لعاب في الجزائر، وكانت مؤامرة ضد بلومي في مصر، بلومي مشي هو اللي يضرب. قادري الحارس تاع مولودية الجزائر هو اللي يضرب، وبشهادة الجميع، وقال لك الساكت على الحق شيطان أخرس. هذا الناس اللي راهم نشوفوا فيهم في التلفزيو على بالهم شكون اللي يضرب، ومكاش اللي بغى يهدر الحقيقة، كاع جاو ضد بلومي خاطش كاع كانوا حاقدين على بلومي ويكرهوا بلومي، لاخاطش كان خير منهم بلومي، خاطش كي تسب كاع الناس جاية موراك تعاير فيك عرف بلي انت راك خير منهم، كان بلومي خير منهم. على هذيك بلومي كملت المقابلة، طلع اللوتيل تاعو كيما هدر هو، قال لك أنا ما على باليش، قال لك اتصلت الشرطة في الغرفة عندي، قال لك أودي، قال لك أنت اللي ضربت يا أودي، واللي شافوا كاع للآن ساكتين ما بغاوش يهضروا الحقيقة، خاطش علاه كان بلومي مصاروة داروها له بالعاني، راحوا باش يدي هذاك الجوار تاعهم، كان في هذاك الوقت ما عرفت كيسموه، كان مية جوار تاعهم. اما لا داروها البلومي خاطر كان رايح بلومي يدي فانيك الزوجه تاع احسن لاعب افريقي بالون دور تاع لافريك، كان رايح يديها بلومي، ويا ماجر كيفاه بلومي احسن لاعب في ذاك الوقت ما يلعبش كوب دافريك في الجزائر، كيفاه انت رفضت الوان الوطنيه في 88 كاس افريقيا في المغرب في المروك، وجيت تلعب كأس إفريقيا في الجزائر، وبلومي هو اللي يلعبها حق، وبلومي هو يلعب، باش تقولوا انت نعرفوا الحسابات حنايا، باش تقول انايا لعب دو كوب دي موند، ديت كوب دوروب، ديت احسن لاعب افريقي، وديت كأس إفريقيا، بلومي يستاهل باش يلعب رد الجميل للاخضر بلومي، وهو لعب كاس افريقيا في الجزائر، وكان الحاج محمد راوراوا، وكان كيما يقول لك المدرب حليلو، والله ما تحط كراعك لا يلعب بلومي، صح امور
ما ندخلوش في هذه الامور كما يقول حدث الذي حدث الذي حدث مؤامرة داخل فيها هذا مصطفى، داخل فيها هو، هذه المؤامرة داخل فيها هو. بلومي اللي راح شرف الجزائر لعب في مونبيلي، لعب منا لعب منا، عيطت له قطر، كانوا يتعلموا البالو خاطر قطر كان ذاك الوقت كانوا غير كانوا يديروا السابوكي تاع السباق تاع الجمال، عيطوا لبلومي، بلومي على نيته دخل يلعب، دار كيما هكا. هذيك اللقطة بالك الناس ما على بالهمش، هذيك اللقطة تعلمها من الباسكت تاع هاكا يضربها يشوفها ويضربها هاك، بلومي دار هاك وضربها هاك، ضربها من المعلق هذاك شا قال له؟ قال له لا يا بلومي نريد الحقيقة هنا، لا تكذب علينا، قلت لنا على اللي على الجهة اليمنى اضرب على الجهة اليمنى ما اضربهاش على اليسرى، راك فاهمني واش نقول؟ رواغ المعلق لا رواغ رواغ كاع 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 المصور كاع الناس كاع الناس داها، ما جرى نبقى مخلوع من يقول لك انا ديت احسن لعاب في اسيا في 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 قطر ولا في دبي ولا بلومي لعب 6 شهور وجا صابهم مساكين ما زاي قال لهم انتوما انا باش نعلمكم غادي عاود جا لعب بلومي لعب في لارسيجيو في نهاية المشوار تاعو لعب في لارسيجيو لعب لهنا كونتيرلس عقلوا له جا لعب هنا كونتيرلس بلومي الانسان اللي مشي متكبر ولعب في ذكرى ترحم عبد الله بن شوكر رئيس لعب في ذكرى رئيس سابق عبد الله بن شوكر طبيب نترحموا عليه رئيس فريق غالية عين تادلس الغالية فانيك تاع عين تادلس ومازال إلى يومنا هذا بلومي يمارس كرة القدم مازال لحد الآن مازال بلومي يعطي الأمثلة بلومي مازال يدير في السبور مازال بلومي ينشط دورات تاع أحياء ما بين الأحياء لحد الآن حنا اللي شلنا ناس اللي من يبغوا بالشيخ هذه جماعة تاع اللعابة قدماء هذو من في غردية عيطوا لهم قالوا لهم لا نجو اللي قطعتونا سنيونا الشاك تاع المنيعة راحوا لألجي يلعبوا كونت هذا بالشيخ ويلعبوا كونت قندوز ويلعبوا قالوا لهم اللي قتلوا لنا بلازما بلازما تما يبغوا باسماوات اللي الجزائر دارت لهم هذو الاسماوات يبغوا يبروفيتو في المنيعة تاع المنيعة باك عندي ناس في المنيعة ربما يسمعوا غادي يعرفوا بلي هذه حقيقه اللي نهضر بها بالك ناس يقول لك تشك هذا المنيعه صح كيف المنيعه اللي غادي يامنوا بهذه الهضره يعرفوا صح يعرفوا بلي في غردايا صح بلي هذه تاع الدراهم وتاع باش تباتوا ولا ما باتوش في غردايا عاود ولا هذه صح عاودوا نولوا البلومي بلومي مازال يعطي الخبره للشباب تاع الشباب اللي راه اللي قدامه يشوفوا بلي واحد عنده 58 عام مازال يمارس كرة القدم خاطش عليه بلومي اللي كاع الاوصاف تاع الوسخ بغاو يديروهم فيه بلومي يشرب الشراب بلومي يكمي الدخان بلومي منا بلومي منا بلومي منا بلومي منا بلومي يسهر بلومي بصح شو الانسان اللي مازال يمارس السبور مازال الان يلعب ويشارك في دورات كرويه ما بين احياء للناس تستمتع معاه خاطش عليه بالك لا فيزيك تروح له بصح لا تكنيك تقعد كما ان الجيل الحالي الجيل الحالي يشاهد بلومي يستمتع مع بلومي يرد ذكريات راك فاهمني يعطي راه يعطي راه يعطي المثل للرياضه اش هي لا ماشي يعطي المثل تاع قضبوه رابد الشراب قضبوه رابد الشراب قال لك لا كان دايه لصاحبه هدية صاحبو دا يشرب هدية صاحبو صاحبك إلا وكأننا نعيش في بلد مسيحي أوروبي بلد مسيحي ولا أوروبي ولا قالك داي هدية لصاحبه شتايلا الخمر هاودي وهدية صاحبك إلا تبغي إلا نبغيك العيد خويا نعطيك الدراهم نعاونك هاك العيد هاك هذه هاك هذه كادو شباب ديه للشيبانية حاجة نمشي نجيب لك نمشي ندي كمسلمين منذ مصحف نحن احنا كمسلمين نعطي. واحد هكا تبغي وين تبغي دير له مصحف هديه الى لانيفرسير غدايرها فيها 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 الزهو فيها اللي عاود نردو ندير له مصحف يقمي يشوف المصحف يتكاكا بلي كاين الموت ماشي تقول لي بلي كنت داي هديه شرع شكرا لك زميلي احمد شوبير ولكن في وقتنا الحالي وفيما يخص القنوات الخاصه الرياضيه نرى دائما وجوه وهي نفسها تتكرر في الباطوهات على ذكر مصطفى رابح ماجر وعلي بن شيخ
ولم نرى كثيرا اطلاله الاخضر باللون في الاستديوهات وفي شو التحديثين على المباريات. شو العيد خويا، كاين بزاف لاعبين اللي راهم نحن نعطي المثل بما اننا نتناول موضوع اليوم الاخضر باللومي، نتحدث بالاخص عن الاخضر باللومي. ما يعيطوش باللومي، ماشي ما يعيطولوش، ماشي ما يعيطوش باللومي، ما يتاكسبتاش معاهم، ما ينجمش يدخل معاهم في متاهات اللي هو ما عنده حتى دخل فيهم. متاهات اللي هما باللومي عارفهم باللي هما راهم فما كم يصفوا فيه حسابات، عارفهم باللي هم يديروا فيه حمله، باللومي ما تقبلش باش يديروا به حمله. عنين عارف باللومي، باللومي ما تقبلش باش ماجر يدير به حمله، باش بالشيخ باللومي يصفي حساباته مع ناس. باللومي يجبد روحه من القناه، يهدر مع التليفون، يقيمهم خطا على خطا يروح عندهم، يعيطوا له تا يعيطوا له ويعاودوا يعيطوا ويعاودوا يعاودوا تا يعرفوا بلي خسروا لي زينيتي تا 200000 300000 باش يروح عندهم، راك فاهمني؟ ما يروحش كيما باش يدير لهم حمله. باللومي عارف، باللومي النهار اللي بوحنيكا قال له شكون اللي هو حقه يديها 100 جوار في لافريك، باللومي ما قالش سخطش عليه. بالشيخ كماصة انا حقرت، انا نورمالمون الاول نديها انا منا، تحسب غريا صغيره انا حقروني انا داروا لي انا منا انا منا انا منا. اسمح لي، هما اش يديروا؟ طرحوا سؤال باللومي، قالوا شكون اللي حقو يديها احسن لعاب في الجزائر في لافريك. باللومي كان انتيليجون، باللومي انسان اللي مجمع ويعرف، قال لهم كيف، قال لهم فرقاني حقو يديها. بالشيخ ما يتهمش مع فرقاني، طيح بالشيخ في البياج، وعندي يكون انتيليجون طيحها خلاه هو يهدر. قالوا فرقاني، قلع له بالو، قلع له بالشيخ، قالوا كي تقول فرقاني انا نورمالمون، فهمني؟ باللومي انتيليجون في اللعب، انتيليجون في الجماعه، هذه هي. وتحيه باللومي. شكرا لك زميلي احمد شوبير. ها هنا نحن قد وصلنا لنهايه الحصه. كلمه اخيره توجهها الى محبي واصدقائك، ولنعلم ايضا محبينا على صفحة الفيسبوك شوبير تيلز أن الأخضر باللومي من محبي ومتبعي قناة شوبير ديزاد ومتبعي شوبير عين تيلز. نشكر كاع الناس اللي يتبعوا فينا، اللي راهم يدعموا فينا ويعيطوا لنا ويشكرونا ويفيدوننا بمعلومات أيضا، ويعطونا معلومات فانيك، معلومات قيمة، هذو الناس مشكورين. واللي عنده معلومة ولا حاجة يعطيها لنا فانيك، اللي ما يطيقش يهدرها حنا رانا هنا نهضروها، نهضروا الحقيقة، نهضروا منا. الله غالب حنا داني كيما كان نسمعوا حاجة، خاطر كنا نسمعوهم يهضروا، بصح ما كانوش عندنا الإمكانيات باش نردوا عليهم، بصح منين راه كاين الإمكانيات نواجهوا هذو الناس. هذو الناس غير هما يهضروا عليه، حنا ما نهضروش عليه، حنا رانا نهضروا فانيك، هما يهضروا حنا نهضروا. هذه هي العيد خويا، وتحية كاع ولاد الجزائر، وان شاء الله بلادنا تبقى منصوره ان شاء الله بربي. وتحيه كامله للجزائر وين ما كانوا ولاد الجزائر، هنا ولا في الغربه. شكرا لك زميلي احمد شوبير، في حصه قادمه ان شاء الله. ونهديها النبيل وامين تاع معسكر، شكرا جامعه تاع معسكر، وزينو خويا تاع الرمشي، وناس الناس الغربه اللي في الالمان. شكرا لك زميلي احمد شوبير، في حصه قادمه ان شاء الله. صح.